تفضل. فالرياضه تنعكس حتى على ثقتك بنفسك وعلى شخصيتك. غير الجانب النفسي تكون في افضل حالاتك نفسيا، غير الجانب الصحي تكون في افضل حالاتك صحيا. فالرياضه جدا مهمه في بناء الشخصيه، وبرنامج جنتل برنامج قائم على انه يخليك شخص متوازن من الناحيه الشخصيه، وتقدر تقدم نفسك للمجتمع بصوره تناسب الوضع الاعلامي اللي انت راح تطلع منه. طيب الفقره حقتنا باذن الله راح تكون فقره رياضيه. راح نقدم في هذه الفقره نحاول ان نركز على عناصر اللياقه البدنيه. راح تكون في اليه معينه راح نتفق عليها مستقبلا كل اسبوع باسبوعه. بدايه الاسبوع باذن الله راح تكون الفقره عندنا يوم احد ثلاثاء وخميس. يوم الاحد والثلاثاء راح تكون عباره عن حصص لياقيه او حصص قوه بدنيه او اي عنصر من عناصر اللياقه البدنيه اللي احنا راح نشتغل عليه. يوم الخميس راح يكون التقييم. كل خميس باذن الله راح يكون عندنا التحدي، ترصد في هذا التحدي النقاط اللي ترفع للاداره، وبناء عليها راح تدمج نقاطك مع نقاط في الفقرات الاخرى، ومنها تحدد عاد وضعك في البرايم بعدين. مسألة الحضور والتأخير. الفقرة راح يكون لها وقت محدد، بإذن الله راح تبدأ فقرتنا خلال هذه الأيام الساعة 5:15. 5:15 بإذن الله راح تبدأ الفقرة. ما بغيت أسبق وقت الفقرة عشان الجو شوي حار، وما بغيت نأخرها عشان لا نتضايق مع وقت الصلاة. يمديك تخلص الفقرة وتروح إذا تبي تروش، تبي تبدل، تبي تشرب مويه، تبي تريح شوي قبل وقت الصلاة، يكون عندك متسع من الوقت. ف 5:15 5:15 تجيني 5:16 شلون؟ تبدا 5:15 5:16 دقيقة لا تجي. الفقرة ما في تنبؤ عن أي شيء في الفقرة. توقع أي شيء. توقع أي شيء. أنت ما أنت هنا ما تطرح أنت وش اللي يكون في الفقرة. أنا أقدم لك في الفقرة الشيء اللي يفيد صحتك واللي يفيد جانبك الرياضي. يا مالعب. بغض النظر عن الفقرة وش يكون، كورة، سباحة، جري، هذا الشيء اللي يخدمك أنا راح أعطيك إياه. وكل الفقرات هذه أو كل يوم أو كل أسبوع ترى ما هو شيء يعني غير مدروس، ترى كلها مبنية على أسس علمية. فالفقرات هذه احنا مجهزها من قبل لا يبدا البرنامج. كل اسبوع باسبوعه، وش الهدف من الاسبوع الاول؟ وش المستخرجات حقت الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، عشان انت تطلع بافضل حالاتك. مستحيل انا لو اعطيك من البدايه كوره بكره ما راح تقدر تمشي. نصك ما مارس رياضه له فتره. تجي تلعب كوره اليوم، بكره تجي تصلي المغرب ما تبقى قادر. فكل شيء يجي بالتدرج، كل شيء مبني على اسس علميه، على اساس انت تحافظ على صحتك، تحافظ على سلامتك، وفي نفس الوقت ما تضر نفسك باصابات او شدود عضليه او تمزقات عضليه. زين؟ فوقتنا زي ما قلنا اتفقنا راح يكون الساعه 5:15 بدايه الفقره. التاخير غير مقبول ابدا، الفقره لازم تؤخذ بجديه، لان الرياضه عندنا مفهوم انه الرياضه للمتعه. صح، الرياضه للمتعه، وحنا نسوي الرياضه عشان نستمتع، لكن الشيء الاهم الرياضه ترى رياضه عقليه. انت عضلاتك اذا ما كانت مهيئه ذهنيا، اذا ما كنت مهيئ ذهنيا عضلاتك ما راح تستجيب، جسمك ما راح يستجيب، راح تدخل في دوامه اصابات لانك ذهنيا انت ما انت مستعد. فمساله المزح والاستهبال خلال وقت الفقره ترى بيضيعك ذهنيا، وراح يسبب لك مشاكل صحيه ومشاكل بدنيه. وانا عشان كذا هالشيء ما راح اسمح فيه، حفاظا على نفسك اول شيء، وحفاظا على زملائك اللي معاك في الفقره. تشتت انتباههم، تدخلهم في مشاكل صحيه، وتجيب له اصابه، ويطيح على يده وهو مو منتبه، لانك انت شغلته انت بتكون سبب في اصابه غيرك. فحاول تكون مركز خلال وقت الفقره عشان تحافظ على نفسك وتحافظ على سلامه غيرك. تفاعل المتسابقين اللي هم انتم، هذا شيء ترى جدا مهم، وراح تكون في اليه معينه راح تعلن لاحقا الافضل تفاعل خلال الاسبوع، او افضل رياضي خلال الاسبوع. هذا راح يكون له تقييم من خلال رصد ايام
الايام خلال الاسبوع الثلاثه هذه، وبناء عليها هذا الشخص المميز او الرياضي حق الاسبوع راح يكون له نقاط اعلى من البقيه. فحاول انك تكون في افضل حالاتك خلال الاسبوع دائم عشان تقدر تحصل على هذه النقاط. تفضل. على حسب الحلقه ما تدري.